نقيب المحامين يعقد لقاء بمحامي القاهرة الجديدة ويؤكد: هدفي من العمل النقابي خدمة أعضاء الجمعية العمومية. نقيب المحامين: اللجنة القضائية هي اللجنة المسؤولة عن العملية الانتخابية تحقيقاً لمبدأ الشفافية. نقيب المحامين يحقق طفرة غير مسبوقة في كافة الملفات النقابية خلال عام 2023. نادي محامين بورسعيد صرح عظيم يضاف إلى الأصول العقارية بنقابة المحامين في عهد النقيب عبد الحليم علام. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين لعام 2024 تعلن عن الكشوف الأولية والنهائية للناخبين. النقابة العامة للمحامين تستعد لإجراء الانتخابات على منصب النقيب ومناصب العضوية في 9 مارس المقبل. المركز الإعلامي لنقابة المحامين ينشر حصاد النقابة في عام 2023 من خلال مجلة المحاماة الإلكترونية. المركز الإعلامي لنقابة المحامين ينشر نتيجة الكشف الطبي للمحامين الجدد بالقاهرة الكبرى.